بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دائما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. أيها الحول الكريم، أيها المتابعون جميعا، متابعي قنوات دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية مسائية في مساء هذا اليوم السبت 16 من نوفمبر لسنة 2024 في انطلاقات سن اللقاية بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. تعلن انطلاقة الشوط الأول الرئيسي في هذه الأمسية في هذا الانطلاق المتجدد، ومع هذا السن سن المفاجآت، الخمسة كيلومترات الحاضرة في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك الشاهينية اللي قادت المجموعة بشعار هجن العاصفة، يتقدم غياث الهلالي. من يتابع الشاهينية وهي تندفع اندفاعة الفوز، اندفاعة الناموس منذ البداية بالمقدمة والصدارة، هملولة مع المركز الثاني، تاتي بشعار هجن الرئاسة، يتقدم حمدان بن محمد بن مروشد. من يتابع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثالث تصل غيوم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية وبقيادة سالم بن فاران المري. نرحب بجميع الشعارات في هذه الامسية، امسية سن اللقاية، شعار هجن الشحانية القادم من دولة قطر الشقيقة. ننطلق مع المركز الرابع او ارى التقدم الهملولة، كذلك مع المركز الخامس هملولة بهذا الشعار الغالي على قلوب الجميع، شعار هجن الرئاسة. ينطلق حمدان بن محمد بن مروشد، يعلن تحديات هذه الاسامي العملاقة وصول مع المركز السادس ايضا هملولة لهجن الرئاسة، ومتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. الدور دور المركز السابع من الجانب الاخر، مع المركز السابع مع المركز الثامن تاتي الشاهينية والشاهينية بشعار هجن العاصفة. ينطلق غياث الهلالي، من يعلن هذا الانطلاق، ومع المركز التاسع اصحابه الواصلة مع المركز التاسع بشعار هجن الشحانية، ينطلق بهذا الاداء المتميز متابعا لهذه التحديات سالم بن فاران المري. ومع المركز العاشر، مع المركز العاشر وصول تقدم وانطلاق لأفراح لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبة. من يتابع أفراح، من ينطلق مع أفراح، عسى أيامنا كلها أفراح في هذا الملتقى الخليجي، في هذا التحدي المثير. نعلن عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى هناك، أرى هناك هملولة، أرى هملولة اللي قادت المجموعة، ياتي الدعم والإسناد مع المركز الثاني أيضا هملولة. الثنتين، الثنتين بشعار هجن الرئاسة، ينطلق أحد الشباب المتعب الصغير حمدان بن محمد بن مروشد. من يقدم هذه الأسامي على صدارة هذا الشوط وشعار هجن العاصفة، شعار هجن العاصفة يتقدم مع المركز الثالث بتحديات الشاهينية غياث الهلالي. من يعلن هذا الانطلاق، وصلت غيوم، وصلت غيوم مع المركز الرابع بشعار هجن الشحانية، وانطلاقة الذهبي سالم بن فاران المري. من ياتي بغيوم وسحابة، ولكن جونا صافي يا بن فاران، الأجواء صافية حتى هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز. نتابع المركز الخامس، نتابع التحديات، تصل الشاهينية مع المركز الخامس بالشعار هجن العاصفة، يقودها بهذا الانطلاق غياث الهلالي. من الجانب الآخر هملولة لهجن الرئاسة، ومتابعة حمدان بن محمد بن مروشد. من يعلن هذا التقدم، بينما إذا انطلقنا مع المركز السابع تصل اصحابه مع المركز
السابع سحابة بشعار هجن الشحانية وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري، من قدم العديد والعديد من الأسامي اللامعة مع هذا الشعار شعار هجن الشحانية، يأتي باسمين لامعين في أول أشواط سن اللقاية. ما شاء الله غيوم وسحابة في هذا الانطلاق، ولكن مع المركز التاسع نتابع الشاهينية لهجن العاصفة يقدمها غياث الهلالي. المركز العاشر هملولة من هجن الرئاسة وحمدان بن محمد بن مروشد في المتابعة والتضمير. ولكن بنعود مشاهدينا متابعينا الكرام لمجريات هذا الشوط، همالي للرئاسة على الصدارة والمقدمة مع المركز الأول، مع المركز الثاني يسيطر هذا الشعار على المقدمة والصدارة. أول الأشواط، أول النواميس، أول التحديات، أول الانطلاقات، ما شاء الله تبارك الله. همالي للرئاسة مع المركز الأول، مع المركز الثاني، ونحن نغترب من لوحة الإعلان، لوحة الألف والمئتين، وهمالي للرئاسة مع المركز الأول، مع المركز الثاني، ولكن تصل أصحابه مع المركز الثالث، مع المركز الثالث لهجن الشحانية وقيادة الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الرابع تتقدم هملولة لهجن الرئاسة بقيادة حمدان بن محمد بن مروشد، ومع المركز الخامس الشاهينية لهجن العاصفة وانطلاقة غياث الهلالي. هذه نتيجتنا، ولكن بعود مع الرقص، ما شاء الله تبارك الله راح بن مروشد. أشكرك على هذا الأداء المتميز. ابشروا يا محبي هذا الشعار، شعار هجن الرئاسة ينفرد مع المركز الأول، مع المركز الثاني، مع المركز الثالث. مشكور يا المتعب الصغير على هذا الأداء المتميز. سلام رئاسي، سلام، تحية واحترام مع هذا الشعار العملاق. ومؤسسة هجن الرئاسة تظفر مع المركز الأول، مع المركز الثاني. أشكرك يا حمدان على المتابعة مع هذه النجوم، نجومية ثلاثية رئاسية على الصدارة. تهانينا للمقام السامي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى المتابع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان. تسلم يمينك يا بن مروشد مع المركز الأول، ومع المركز الثاني، ومع المركز الثالث، رئاسية ثلاثية. المركز الرابع جاءت سحابة لهجن الشحانية. المركز الخامس تصل في الشاهينية لهجن العاصفة. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، شاهدنا الشوط الأول الرئيسي، وتظفر هملولة وهمالي للرئاسة تأتي بهذا الانطلاق المتميز ومع هذه العروض الجميلة والرائعة. 7 دقائق التوقيت الزمني ولحظات الوصول ب7 دقائق 38 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن الرئاسة على فوز هملولة بالمركز الأول. تهانينا موصولة للمضمر حمدان بن محمد بن مروشد، من قدم نجومية رائعة في هذا الانطلاق وفي أول الأشواط. 7 دقائق 41 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لحمدان بن محمد بن مروشد، بينما اللي وصلت مع المركز الثالث هذه أيضا هملولة بنفس الشعار وبنفس المضمر. 7 دقائق 42 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا موصولة لهجن الرئاسة وإلى المضمر حمدان بن محمد بن مروشد. هكذا مشاهدينا.